السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى وبلدات في الباب ومنبج بريف حلب الشمالي الشرقي. عملية فجر الصحراء كان هدفها الأول تحرير ما تبقى من محافظة الجوف. مع كشف ملامح تحرير الجوف، القوات المسلحة اليمنية تعلن أن العدوان الجوي يفرض عليها مهاما استثنائية للرد. ومجلس الدوما الروسي يقول قرار واشنطن الإبقاء على حاملة طائراتها بالمتوسط تهديد مباشر لروسيا. قصفت قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبلها بالمدفعية والهاون قرى وبلدات عدة بريف حلب الشمالي الشرقي. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المتمركزة في الشيخ ناصر والشويحة والزرزور شرق مدينة الباب اعتدت بقذائف الهاون على محيط كل من بلدة العريمة ومزارع الفوارس وقرى اللياني وقرط ويران والمحيسلي، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية. وفي منطقة منبج قصفت قوات الاحتلال وإرهابيوها بالمدفعية قريتي الصياد وجاموسية. أفاد مراسل سما في محافظة دير الزور باستمرار استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم في مركز الميادين، وذلك عبر عملية التسوية الشاملة التي طرحتها الدولة، وانضم إليها خلال الفترة الماضية مئات المواطنين من المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية. ما شاء الله الأمور سهلة وجيدة والخدمة ما شاء الله ممتازة جدا والحمد لله، ونرجو من إخواننا المواطنين اللي خايفين يتطمنون مثل ما احنا جينا تطمنا والحمد لله، وإن شاء الله نرجع لبيوتنا بخير وسلامة والحمد لله، ونرجع لأهالينا وأولادنا ونظمنا وأبنائنا يرجعوا لمدارسهم، يعمل تسوية ويحسن وضعه ويرجع على حضن البلد، ويعني مرجعنا على البلد وما لنا غير بلدنا سوريا. أنصح يعني كل واحد يعني هارب أو فار أو كذا يرجع لحضن الوطن وإلى سوريا الحبيبة. الواحد يرجع لحضن الوطن ولحضن الدولة السورية، وأنصح الجميع أنه يعملوا التسوية. أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولتوف أن وجود الجماعات المتطرفة في إدلب وبقايا خلايا تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا يشكل مصدرا لزعزعة الاستقرار. وشدد سيرومولتوف على أن الجيش السوري وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة الروسية استطاع خلال العام المنصرم تعزيز النجاح في مواجهة داعش على الأراضي السورية، مبينا أنه نتيجة لذلك تم إضعاف إمكانات هذا التنظيم بشكل كبير والقضاء على قوته ووسائله المهمة، كما تم تدمير هيكله التنظيمي وتقليل توفير الموارد له. أقامت وزارة الخارجية حفل وداع لسفير الجمهورية اللبنانية بدمشق سعد زخية بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية. وخلال الحفل قلد بشار الجعفري نائب وزير الخارجية سفير زخية وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، تقديرا لجهوده بخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ونجاحه بمعالجة الكثير من الملفات رغم الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وعقب ذلك أعرب السفير زخية عن شكره وامتنانه للرئيس بشار الأسد على منحه هذا الوسام. تختتم فصائل المقاومة الفلسطينية مناورة الركن الشديد 2 بعد 4 أيام من التدريبات المشتركة، بعدما أظهرت حجم الشراكة بين أذرعها العسكرية وجاهزيتها لمواجهة أي عدوان محتمل. هذا وشهدت مناورة الركن الشديد 2 العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة، ولعل أبرز جوانبها إطلاق رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة،
كما أطلقت طائرات مسيرة من نوع أبابيل في إطار المناورة التي تحاكي تهديدات الاحتلال الإسرائيلي. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تفاصيل تحرير أكثر من 1200 كيلومتر مربع لتصبح محافظة الجوف محررة بالكامل عدا بعض مناطق الصحراء. هذا وأضاف العميد سريع أن القوات اليمنية تمكنت من اغتنام كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة وأسقطت طائرة أمريكية من نوع سكان إيجل. وفي تفاصيل الخسائر تكبد المرتزقة أكثر من 70 قتيلا وجريحا وعشرات الأسرى. عملية فجر الصحراء كان هدفها الأول تحرير ما تبقى من محافظة الجوف وتحديدا منطقة اليتمة وما جاورها على الحدود مع منطقة نجران. تم تحديد المهام العملياتية للقوات المسلحة في تنفيذ الهجوم، وبعد الإعداد للعملية بدأت الوحدات العسكرية في تنفيذ الهجوم على قوات العدو من عدة محاور. خلال الساعات الأولى بفضل الله نجحت قواتنا في إرباك العدو الذي حاول الدفع بالمزيد من المرتزقة إلى الخطوط الأمامية. شن طيران العدوان أكثر من 60 غارة جوية في محاولة لإعادة تقدم قواتنا وتقدم المجاهدين يحفظهم الله ويرعاهم. وكانت أبرز نتائج العملية على النحو الآتي: أولا المساحة الجغرافية، تحرير مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 1200 كيلومتر مربع، بهذا تكون معظم محافظة الجوف محررة عدا بعض المناطق الصحراوية. العميد سريع كشف كذلك عن تنفيذ القوة الصاروخية 10 عمليات ضد أهداف عسكرية لتحالف العدوان داخل البلد وخارجه، وذلك خلال تحرير منطقة اليتمة بالجوف، فيما شارك سلاح الجو المسير ب30 عملية. كشفت صحيفة هارتس في صحافة إعلام العدو أن قادة جيش الاحتلال يقدرون أن إيران زادت وحسنت في السنوات الماضية من تشكيل الدفاع الجوي لديها، حيث استطاعت امتلاك قدرات عالية ودقيقة بشكل أكبر، ما يرجح هجوما محتملا. وقالت الصحيفة أن الإيرانيين نجحوا كذلك بزيادة إنتاج الصواريخ بعيدة المدى بنحو مهم، وهذه الصواريخ قادرة على الوصول بسهولة إلى أي نقطة في إسرائيل. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن هناك تحضيرات لهجوم محتمل تتضمن شراء ذخيرة متقدمة وتدريبات لسلاح الجو، إضافة إلى جمع أهداف هجوم دقيقة من قبل شعبة الاستخبارات. ذكر الكرملين والبيت الأبيض في تصريحين منفصلين أن الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن يخططان لإجراء اتصال هاتفي غدا الخميس. بالمقابل صرح مسؤول أمريكي رفيع أن بايدن سيبحث مع بوتين سير المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني على الأرجح، كما سيبحثان الوضع حول أوكرانيا. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي توغل روسي في أوكرانيا، مضيفا أنها ستعزز قوات الناتو في المنطقة في حال الهجوم خلال الأسابيع القادمة. شهدت مدينة سان بطرسبورغ محادثات جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لمناقشة أهم الملفات المطروحة على الأجندة الثنائية بين الدولتين. وأكد بوتين في مستهل الاجتماع أن مشروع دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس أحرز خطوة ملموسة إلى الأمام، كما أعلن عن وجود خطط طموحة للتعاون بين البلدين.
وشكر لوكاشينكو على وقوف مينسك دائما إلى جانب تطوير التكامل مع روسيا. كذلك كشف بوتين وجود خطط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروس خلال الشهرين الثاني والثالث من العام القادم. صرح مسؤول في مجلس الدوما الروسي أن قرار واشنطن الإبقاء على حاملة طائراتها هاري ترومان في البحر المتوسط على خلفية التوتر حول أوكرانيا يشكل تهديدا مباشرا لروسيا. ديمتري نوفيكوف المسؤول البارز في الدوما الروسي أكد أن هذا القرار يشكل تهديدا لروسيا، وذلك لأن الناتو هو أكبر مؤسسة شبه عسكرية، وتعلن رسميا الاتحاد الروسي في وثائقها العقائدية أحد التهديدات الرئيسية، والأمر ذاته يسري على الوثائق الاستراتيجية التي تظهر في واشنطن من خلال الإدارة الأمريكية. لذلك فإن أي نشاط من هذا القبيل يشكل تهديدا مباشرا وفوريا. تذكير بالعناوين: الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى وبلدات في الباب ومنبج بريف حلب الشمالي الشرقي. عملية فجر الصحراء كان هدفها الأول تحرير ما تبقى من محافظة الجوف. مع كشف ملامح تحرير الجوف، القوات المسلحة اليمنية تعلن أن العدوان الجوي يفرض عليها مهاما استثنائية للرد. ومجلس الدوما الروسي يقول قرار واشنطن بالإبقاء على حاملة طائراتها في المتوسط تهديد مباشر لروسيا. إلى اللقاء.